تمكنا بالانتصار، كان بإصابة لا صفر، الحمد لله حافظنا على هذه النتيجة هذه. هذا الشيء ما تيقولش بلي أننا ولا خص قيسنا الغرور أن الفريق نادي التبركان بدا ينتصر ويبقى يقيسوا الغرور ويستهان بالمقابلات المقبلة. هذا انتصار ثلاث نقاط بحاله بحال المقابلات الجايين. نتمنى باش اللاعبين ديالنا يركزوا ونحاولوا نستحضروا نقاط اخرى في المقابله باش نبقاو توجور في المنافسه على احد السباق. الريالي ما جاوبش لانه او ميم طون كاين واحد لا كوميسيون اللي كتجتمع وكاين كذلك نفتحوا تحقيق والتداعيات ديال هذيك الكارتون روج، لان بالتريبيون وفي حاله الغضب ما تيبانش اكزاكتلي شنو كاين، ولكن غادي تكون شي حاجه اللي كتكون تضمن الحق ديال النادي، وكذلك او ميم طون تشوف اللاعب واش تجاوز الحدود ديالو ولا ما تجاوز الحدود ديالو. فهذيك الحاله هذيك راه كاين مسطره اللي كتطبق على الجميع.